السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الرابع، تعالوا أما نعمل مراجعة كده سريعة على يونت 1. إن شاء الله كده نعمل مراجعات عشان كده تيجي على الامتحان وتبقى جاهز إن شاء الله بإذن الله. يونت 1 كانت يونت سهلة جدا. طيب إيه هي الأسئلة يا حبايبي اللي انتوا تتدربوا عليها؟ طبعا أول سؤال عندك في الاختبار لازم يكون listen. listen يعني إيه؟ يعني استماع، يعني المدرس هيقول جمل كده 3 أو 4 جمل وانت تسمعهم وبعدين تحل. طبعا الاستماع ده بيبقى بسيط جدا وبيبقى من المنهج بتاعك وبيبقى جمل انت عارفها وقرأتها قبل كده، وسؤال لذيذ وبيبقى جميل جدا يا سنة رابعة. أول سؤال اسمه listen، لما يقولك listen يعني استماع، يعني التيتشر بتاعك هيقول 3 أو 4 جمل كده جنب بعض زي جمل وانت تسمعها وتفهمها وعلى اساسها تحل. تمام. السؤال الليسننج ده جميل جدا وعندك الاختيارات، انت هتلاقيك سمعتها مع التيتشر وهتمشي معاه كويس. طب ايه اللي بعد كده؟ تعال نشوف. السؤال التاني هيجي لك choose the correct answer from A B C or D. طبعا السؤال التاني هيجي لك اختياري، يعني ايه اختياري؟ زي ما انت حليت في الكتاب مع التيتشر بتاعك اثناء الشرح بتاع اليونت، هيقول لك our house is old، المنزل بتاعنا قديم، we need to، احنا نحتاج ان احنا ايه يا ولاد؟ اكيد plant it، نزرعه، grow it نزرعه برضو، raise it نربيه، ولا renew. ايوه هتبقى renew. يعني ايه renew يا ولاد؟ يعني نجدده، renew نجدده. في ناس يا ولاد لما بيجي الري اللي هي البدايه بتاعت الري يعني ايه بتلخبطه ما بيعرفش الكلمه. احنا خدنا في المنهج ان كلمه ري لو جت جنب الفعل ري زائد فعل يا ولاد هنا معناها يعيد، يعيد يعيد البناء، يعيد اللعب. يعني لما اقول لك ريبلاي يعني ايه ريبلاي؟ ريبلاي يعني روح عيد اللعب، روح العب تاني. تمام. ريبلاي، ريدو، ريدو يعني اعمل تاني. لو بتعمل الواجب والواجب ما عجبنيش اقول لك ريدو. يعني ايه ريدو؟ يعني عيد. كلمه ري يا ولاد معناها again، ري اللي بتيجي في الاول كده بادئه معناها again، again يعني تاني. تمام يا ولاد، دي حاجه انتوا بتغلطوا فيها، وكلمه ري لما بتيجي في الكلمه انتم بتتلخبطوا شويه، بس لا خليكم دقيقين في الحل. يبقى we our house is old، احنا منزلنا قديم، we need to، احنا نحتاج ان احنا ايه renew نجدده، renew renew. تمام نجدده. تمام يا سنة رابعة. تمام وضحت اللي هي الريف الاول دي. طيب تعالوا نشوف تاني جملة. I like playing، I like playing tennis. I can't play it well. هنا بيقول إن أنا بحب لعب التنس. I can't play it well. ولكني، ولكني يبقى but. ولكن يا ولاد بتيجي جملة، أدي أول جملة، والجملة التانية متعارضة معاها. تمام؟ يعني إيه متعارضة؟ يعني عكس بعض كده يا ولاد. تمام؟ ركزوا حبايبي. تمام. نمبر 3، I like very much، انا بحب ايه؟ جيد جدا. We make sugar out of it، يا ترى ايه يا ولاد اللي كنا بنقوله في المنهج بتعمل منه الشوجر، ال 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 السكر؟ اكيد اكيد حاجه فيها سكر برضو، شوجر كين، قصب السكر، قصب السكر. تمام. نمبر 4، I eat in the morning، سؤال جميل جدا يا ولاد، جميل جميل جميل، يا ترى بتاكلوا ايه في صباحا؟ in the morning يعني صباحا. تمام.
خلي بالك يا اولاد ان كل جملة فيها كلمة هتعرفك تحل ازاي. طبعا البريكفاست، البريكفاست تمام، البريكفاست اوكي. طيب نمبر 5، وي جرو ان ايجيبت، يا ترى احنا بنزرع ايه؟ نزرع طبعا، مفيش حاجة بتتزرع الا الرايس تمام. farmers grow rice and، يا ترى الفلاحين بيزرعوا الرز وايه يا ولاد؟ they help us eat good food، طبعا الفلاحين يا ولاد بيساعدونا ان احنا ناكل الطعام الجميل تمام. طيب بيزرعوا الرز وايه يا ترى؟ مين هنا بتزرع تاني؟ اكيد البوتيتوز، البطاطس، البوتيتوز. بصراحة يا ولاد الحل جميل جدا وايه وسهل قوي، واللي حافظ الكلمات بيحل زي الفل تمام. طيب تعالوا نشوف نمبر 7، grow vegetables for us to eat، يا ترى مين اللي بيزرع لنا الخضروات يا ولاد؟ اكيد مين؟ farmers، الفلاحين المصريين يا ولاد تمام. تعالوا نروح للبيج اللي بعديها، نمبر 8، breakfast is my favorite. ده سؤال جميل جدا يا ولاد، حلو قوي 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 قوي. البريكفاست ده او الفطار ده يعتبر your favorite ايه؟ meal، وجبة، meal وجبة، كلمة مهمة جدا جدا وفي ناس كتير بتتوه منهم، meal وجبة، meal وجبة تمام. طيب number 9، and mangoes are my favorite fruits، يا ترى احنا عاوزين ايه؟ فروتس، فاكهة. طيب عاوزين حاجة مع المانجا تكون الفاكهة المفضلة لدي. طب ايه الفاكهة في دول يا ولاد؟ اكيد الواتر ميلون، واتر ميلون اللي هي البطيخ. نمبر 10، ذا اذ someone يا ولاد يعني شخص ما، someone شخص ما، هو از لايك كينج، مين اللي كان يا ولاد يشبه الكينج يا ولاد؟ الملك، مين؟ الامبرور، الامبرور او الامبراطور، شاطرين، امبرور، امبرور الامبراطور تمام. نمبر 11، my brother will try to win in the، هنا بيقول يا ولاد ان اخويا سوف يعني يحاول ان هو يفوز، كلمة win يفوز واحنا اخذناها يا ولاد، win يفوز، in the عاوز يحاول ان هو يفوز في ايه يا ولاد؟ في الكامبتيشن، كلمة جميلة جدا يا سنة رابعة وفي ناس كتير بتوه منها. في كلمات يا ولاد هنا ركزوا عليها لان هي دي بتوه منكم، competition في السباق، في المنافسة تمام، competition، 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 competition تمام. دمياط، محافظة دمياط يا ولاد is for دمياطي تشيز، طبعا يا ولاد انتوا حافظينها، famous for، ايوه famous for، famous for، famous for اوكي. 13، number 13، I like fruits like apples and، أنا بحب الفاكهة زي التفاح وإيه يا ولاد؟ والبنانز. إيه الجمل اللذيذة دي يا ولاد؟ هي بصراحة يونت لذيذة. 14، farmers grow tomatoes and، الفلاحين يا ولاد بيزرعوا الطماطم وإيه؟ يا ترى إيه اللي بتزرع هنا؟ الأنيونز، البصل يا ولاد. اوعى تزرع الكانديز الحلوة، اوعى تزرع الكيكس، اوعى تزرع التشيكنز، لا يا ولاد تمام، خدوا بالكم من الاختيارات، انتوا شاطرين. An emperor is someone who is like، انا كنت هقولها a king تمام، من كتر يا ولاد ما حلينا في الكتاب الجمل بتقولوها وبتقولوا الاختيارات بتاعتها بسهولة. An emperor is someone who is like، طبعا الامبراطور يا ولاد هو الشخص اللي هو بيبقى مثل ايه؟ مثل الكينج،
بالشكل king يا ولاد. اوكي king king تمام. طيب تعالوا نشوف الايه exercise تاني يا ولاد بيجيلكم عبارة عن ايه. read and complete the text with the words in the block in the box. بيجيلكم خمس كلمات يا ولاد، والكلمات دي لها اماكن في ايه، في قطعة كده باراجراف صغنن، وانت بتحاول تاخد الكلمات دي وتوظفها تحت او تحطها تحت. تمام. طيب هنا لازم تترجم الكلمات الاول. colors الوان، beautiful جميل، friends اصدقاء، repented يعني نعيد طلاقه، إعادة الطلاق، repented يا ولاد، يعيد طلاقه، يعيد الطلاق يا حبايبي. تمام. grow يزرع. طيب تعالوا نشوف إيه هنحل ده ازاي. طبعا يا ولاد انتوا فهمتم الكلمات دي هتحلوا بسهولة. هنا my house was old، منزلي قديم جدا. I want to make it، انا عاوزة اخليه يا ولاد. اكيد جميل. make it يعني اجعله، make it اجعله او اخليه، اجعله make it. تمام. اجعله طبعا اول كلمة هتبقى beautiful، يبقى هنكتب هنا beautiful، يبقى انا عاوزة اخلي منزلي جميل، يبقى beautiful. I it يا ترى انا عملت ايه؟ اكيد repented، اكيد ايه repented، انا يعني ايه عدت الطلاق بتاعه، يعني دهنت يا ولاد. repented يا ولاد، repented. اوكي it repented it يعني اعدت طلاقه يا ولاد، يعني انا عدت طلاقه. تمام. ري، خلي بالكم من ري. the new were green and red. طبعا الالوان the new colors، الالوان الجديدة كانت ايه؟ كانت اخضر واحمر. my helped me، مين اللي ساعدوني يا ترى؟ my friends ساعدوني. هتلاقوا في كلمة ما خدتوهاش، خلاص سيبوها ملناش دعوة بيها، هو لازم يجيب لك كلمة كده ان انت يشوفك ان انت هتحط الكلمات في مكانها مظبوط ولا لا، وانتوا شاطرين. number two read and complete. طيب ركزوا ولاد لان اللي جاي ده قطعة حلوة. nutrients العناصر الغذائية، nutrients. catch يصطاد، live يعيش. goats اللي هي الماعز، grow يزرع. احنا ترجمنا يا حبايبي الكلمات الخمسة اللي جايبها لك. طيب تعالوا نقرأ ونحل. I am حاتم، أنا حاتم. I live in دمياط، governorate محافظة دمياط، دمياط governorate. كلمة governorate يعني محافظة. the land in دمياط، governorate is rich in. ده احنا عارفين هي مس من اللي احنا قرأنا في الدرس في الكتاب، اللي ان الارض في دمياط في محافظة دمياط كانت غنية بايه؟ بالنيوتريانت. ايوة فعلا هنحط هنا كلمة نيوتريانت، كانت غنية بالعناصر الغذائية، نيوتريانت. تمام يا ولاد. nutrients. the farmers can، الفلاحين كان بيعملوا ايه؟ rice tomatoes wheat and grapes. اكيد grow، يبقى هناخد كلمة grow ونحطها. الفلاحين بيزرعوا، grow. تمام. fishermen يا ولاد يعني الصيادين. طب الصيادين بيعملوا ايه يا ولاد؟ اكيد catch.
طبعا يرد الكلمة اللي تاخدوها الغوها كده من فوق عشان ما تاخدوهاش تاني وتلخبطكم. catch catch thousands of fish، بيصطادوا الآلاف من السمك فين؟ in the sea. أيوة يا حبايبي. cows أكيد، we goats we goats and sheep live in Damietta Governorate. طبعا البقر والماعز والخروف يا ولاد اللي هي الأغنام بتعيش في ايه؟ في محافظة دمياط. دمياط تشيز از فيري فيموس. دي يعني ملخص درس دمياط يا ولاد كله. طيب تعالوا يا ولاد نروح لايه؟ للي بعديها. تعال نترجم برضو. ويك اند عطلة نهاية الأسبوع. easy سهل. hot يعني حر. scientist كلمة مهمة جدا جدا، واحنا اخدينها ايه كلمة قلنا نحفظها عشان هتجيلكم يا ولد. عالم scientist. walking المشي. تمام، ركزوا لان هو بيجيب لكم الكلمات حتى اللي موجودة في القطع الفهم اللي انت قرأتها. I am Doreen. My mom and I go ايه؟ انا دارين، انا وماما رحنا ايه يا ولاد؟ اكيد نتمشى. go walking go walking، يبقى هنشيل دي walking ونحطها go walking يعني نتمشى. go walking go walking. خلي بالك لو كلمة انت غريبة عليك اعمل تحتها خط كده او اول مرة تسمعها، وايه وخدها على جنب كده واحفظها. go walking نذهب للتمشية. in the desert احنا في الصحراء. with my dad مع بابانا. باباها. that is a هي بتقول بقى وظيفة والدها اكيد scientist، بما ان بقى في الصحراء وكده يبقى هو هيبقى ايه؟ عالم scientist. scientist يعني عالم. تمام يا ولاد. scientist برضو لو الكلمة غريبة عليك اعمل تحتيها خط كده وخدها احفظها. scientist. and he likes looking at animals، وبيحب يا ولاد ان هو يقعد ينظر للحيوانات. and sometimes and plants sorry، والنباتات بيحب يا ولاد يقعد ينظر الى الحيوانات والنباتات. the desert is very interesting، بتقول ان الصحراء دي جميلة جدا. but it's very طبعا يورد الصحراء بتبقى جميلة جدا، ولكنها it's very hot فيها حر. hot تمام. sometimes احيانا بتبقى الدنيا حر فيها. I go with my dad every طيب هروح كل اسبوع مع مين؟ مع بابايا. every weekend كل ايه؟ كل اجازة عطلة انا هذهب للصحراء مع بابايا. هتلاقوا كلمة يا ولاد فاضت كده ملكوش دعوة بيها، انت حليت. تمام، خلي بالك يا ولاد لان قطعة الفهم دي او الباسج دي او التكست دي يعني ايه عاوزة فهم شوية، فانت لازم تكون مركز. تمام، طيب تعالوا نروح نشوف اللي بعديها. هنا fruits فاكهة. grapes عنب. grow يزرع. chicken دجاج. sugar سكر. هنا لو ترجمت الكلمات دي او الخمس كلمات دي يا سنة رابعة هتلاقي نفسك بتحل جميل جدا. تمام، تعال نشوف. fruits grow in different times of the year. هنا الفاكهة يا ولاد بتزرع في ايه؟ في اوقات مختلفة في السنة. طبعا انت بتاكل كل في الصيف غير في الشتاء غير في الربيع غير في الخريف، بتلاقي فاكهة في كل موسم. we different kinds of them in Egypt. يبقى we ايه؟ طبعا احنا بنزرع، يبقى we grow. سهلة دي يا ولاد. we grow different kind of them in Egypt. هنا بنزرع انواع مختلفة من الفاكهة في مصر. mangoes and طبعا grapes. mangoes and grapes. المانجا والعنب are delicious fruits،
طبعا فعلا هما المانجا والعنب دول يعتبرهم فاكهة لذيذة. We get from sugar cane، احنا بنحصل على السكر sugar من الشوجر كين. تمام يا ولاد، شوجر كين، سوري شوجر كين. تمام. نمبر 4، have important vitamins that are good for our health. يا ولاد مين اللي فيها فيتامينات كتير وكويسة للصحة؟ ايه؟ الفروتس يا حبايبي، الفروتس يا جميلة، الايه؟ الفروتس. تمام، ركز، دي عاوزة تركيز بس مش اكتر، وانت حافظ الكلمات. طيب تعالوا نروح للي بعديها. هنا make يصنع، football كرة قدم، cola اللي هي الحاجة المياه الغازية، play يلعب، practice يتمرن او يمارس. كلمة practice دي كلمة مهمة جدا وبتضيع منكم في الحفظ. practice practice practice. تمام. طيب تعالوا نشوف. I am in a basketball team at school. انا في فريق الباسكت بول في المدرسة. I don't drink. طبعا احنا ما بناكلش ايه يا ولاد، سوري ما بنشربش ايه، drink يا ميس، drink cola. طبعا يا ولاد اللي عاوز يبقى صحته كويسة يا ريت يعني ما يكترش او ما يشربش الكولا. I drink only water. اشرب المية بيبقى احسن من الكولا مليون مرة. We three times every week. طيب احنا بنعمل ايه 3 مرات في الاسبوع؟ اكيد بنتمرن. practice practice، ركزوا لان الفعل practice ده في ناس كتير حتى في الحفظ اثناء الشرح في ناس بتقول ان هو فعل يعني تقيل شوي. practice practice three times every week، بنتمرن 3 مرات في الأسبوع. I don't video games. أنا أكيد play، أنا ما بلعبش video game. طب ليه؟ because I am busy، لأن أنا مشغول. تمام تمام. I play basketball and، طبعا أنا بلعب basketball and football in the park، في البارك يا ولد، في الحديقة. تمام، تعالوا نروح للبيت اللي بعديها. تعالوا نروح بقى لقطع الفهم اللذيذة، وخدوا بالكم قطع الفهم دي بتميز الناس اللي ايه الشاطرة ومن الناس اللي مش شاطرة، يعني اللي ايه اللي بيعرف يحل قطعة الفهم دي يبقى شطور وجميل، بس اهم حاجة تقرأها. طب انا هقول لك على طريقة ان انت ايه تبقى شاطر فيها. قبل ما تقرأ يا ولاد اقرأوا الأسئلة، اقرأ الأسئلة. The general idea of the text is about، الفكرة العامة، الفكرة العامة، general idea of the text is about، الفكرة العامة اللي انت بتاعت القطعة اللي هتقرأها اللي هنقرأها الوقت ايه هي؟ farmers raise chickens to get، الفلاحين بيربوا الدجاج عشان يحصلوا على ايه؟ انت كده فهمت السؤال وانت بتقرأ هتلاقي نفسك بتحله. which animal، which animal يعني اي الحيوانات اللي الفلاحين get milk from، اللي بيحصلوا على اللبن منها. number 4، what does Egypt produce، مصر بتقدم ايه يا ولاد؟ what does Egypt produce. انا هنا قرأت الأسئلة وفهمت الأسئلة عاوزة ايه، وانت بتقرأ هتلاقي نفسك ايه بتحل. تعال نقرأ، تعالوا نقرأ. انا كده قرأت الأسئلة وعرفت شوية. The land in Egypt is rich in nutrients. تمام، الأرض في مصر مليانة بالمواد الغذائية. We produce vegetables like onions, potatoes and tomatoes. يبقى هنا في سؤال كان بيقول مصر بتنتج ايه. تمام، خلي بالكم انتوا قرأتوا الأسئلة هتلاقوا نفسكم بتجاوبهم والله. We produce fruits like grapes, guavas and mangoes. Also farmers raise chickens to get eggs and meat. They keep and
feed cows, sheep and goats to get milk. الله، هو كان بيسألني تحت الفلاحين بيربوا ايه عشان يحصلوا على الملك. شايفين يا ولاد الأسئلة، انت بتجاوب. And meat, food from Egypt is delicious. الله، لا ده انا كده ممكن اجاوب على طول يا ولاد. The general ideas of the text is about عن ايه يا ولاد؟ عن ايه اللي قطعت الفهم دي؟ عن ايه؟ ايه في مصر؟ food in Egypt، money in Egypt، ولا ايه يا ولاد؟ اكيد اكيد food in Egypt، الطعام، كل ده طعام بنقوله. farmers raise chicken to get، يا ترى بيربوا الفراخ to get ايه يا ولاد؟ to get eggs. اهي شايفين eggs. which animals do farmers get milk from، بيربوا ايه يا ولاد؟ ال cows sheep and goats to get milk. تمام يا ولاد، السؤال ده نكتب عليه السؤال الثالث، عاوزين تنقلوه انقلوه. تمام. What does Egypt produce؟ طبعا مصر بتنتج ايه يا ولاد؟ خد بقى معايا اهي. We produce vegetables like onions, potatoes and tomatoes. We produce fruits like grapes, guavas and mangoes. شايفين يا ولاد السؤال اللي هو نمبر 4 اهو. تمام تمام يا حبايبي. اوكي طبعا يا ولاد المفروض تنقلوا الاجابه تحت، بس عشان الوقت احنا بنخططها وخلاص. تمام، لكن انت في الاختبار تجيب الاجابه وايه وتكتبها كده جميله زيك. طيب تعالوا برضو نقرا الاسئله كده قبل ما نحل. بسم الله. هنا farmers grow fruits and، الفلاحين بيربوا الايه يا ولاد؟ بيزرعوا، سوري يا ولاد، بيزرعوا الايه؟ الفاكهة. and ده سهل قوي. عمر lives in a small، عمر بيعيش في small ايه؟ هنشوف الوقت. what do farmers raise، الفلاحين بيربوا ايه؟ summarize the text in two sentences. هنا يا ولاد ده سؤال يعني فهم شوية. summarize يعني تلخص القطعة لجملتين اتنين. تمام يا ولاد، هنحاول نسهل ده. السؤال ده هو اللي تقيل عليك شوية، بس لما يقول لك لخص هقول لك تعمل ايه. تعالوا نقرأ الاول كده. عمر is a young Egyptian boy. عمر ولد مصري صغنن. he lives in a small village. small village small village. انا جاوبت على سؤاله يا ولد. عمر بيعيش في small village. شايفين؟ the village is famous for، القرية مشهورة بايه يا ولد؟ making a delicious cheese. القرية دي مشهورة بالايه؟ بالجبنة، بصنع الجبنة اللذيذة. farmers grow rice, potatoes and tomatoes. they grow some fruits like lemons and grapes. they also raise chickens and sell them to eat to us to eat. هنا يا ولاد بيقولك ان الفلاحين بيزرعوا الرز والبطاطس والطماطم، وبيزرعوا الفاكهة زي lemons and grapes. معنى كده ان الفلاحين بيزرعوا الفروتس and ايه يا ولاد؟ and vegetables. vegetables. اوكي okay. هو ما قالش فوق كلمة vegetables، لكن قالك potatoes و tomatoes، يبقى الخضروات. تمام تمام يا ولاد. طيب هنا عمر lives in a small، سوري يا ولاد احنا كنا بنقرا فوق. they also raise chicken and sell them، بيربوا الدجاج وبيبيعوها عشان ايه؟ لينا عشان ناكلها. تمام. عمر's mom makes delicious، مامة عمر بتعمل ايه؟ delicious food with، بايه؟ بالرز والبطاطس والتشيكن. life is good in the village، الحياة جميلة في ايه؟ في القرية. طيب احنا قلنا اول سؤال، اول سؤال ان الفلاحين grow fruits and vegetables. تمام خلاص. تمام. عمر lives in a small، طبعا village. تمام.
What do farmers raise؟ هم بيربوا ايه يا ولاد؟ farmers raise raise raise، يا ترى هتبقى ايه raise؟ ها في chicken chicken، بيربوا ايه يا ولاد؟ chicken. يبقى اول سؤال اهو تحطوا كلمة chickens هنا. summarize the two the text in two sentences. تعالوا بقى يا ولاد نلخص الدنيا، يعني نحاول بص كل ده اهو، كل اللي انتوا قرأتوه ده اهو هتلخصوه في جملتين، جملتين يا ولاد تمام. هنجيب اي جملتين من الجملة يا ولاد تمام. طيب هنا هنقول طبعا عمر ولد دي مصري مش مشكلة، يعني عادية، هو بيعيش في قرية عادية. هنقول the village is famous for making delicious cheese. يبقى هنقول ايه the village، هنبقى تحت يا ولاد اول جملة the village، بما اننا بنتكلم عن ايه عن القرية. the village is famous فور، وتكملهم. يبقى أول جملة يا ولاد عاوزين نلخصها إن القرية مشهورة بإيه؟ بصنع الجبنة اللذيذة تمام. ناخد الجملة اللي بعدها farmers grow rice. إيه رأيكم نقول farmers grow vegetables and fruits بس كده؟ إيه على فكرة يا ولاد دي تلخيصها حلوة قوي، إن دي الجملة الأولانية. رقم اتنين farmers grow vegetables and fruits كده يا ولاد. حتى لو جبت اي جملتين من الدرس، بس جملتين يبقوا يعني ايه حلوين كده تمام، جملتين يعني مضمون الدرس تمام. حتى لو جبت اي جملتين من القطعه يا ولاد وحطيتهم هيبقوا مصحي برضو تمام تمام بس انا بجيب جملتين في مضمون الدرس. اتكلمنا عن القريه والفلاحين تمام. اوكي يا ولاد هنا سمرايز يعني لخص، لخص يعني تلخص اللي انت قراته ده كله 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 في جملتين اتنين بس. هتختار الجملتين المهمين، الجملتين اللي هم بيخلوك انت فهمت الدرس كله تمام. طيب تعالوا نكمل يا حبايبي. هنا برضو تعالوا نقرأ الأسئلة الأول تمام. Choose the correct answer. We have meals every day. أنا عارفة إحنا عندنا كم وجبة في اليوم، مش هقول. We are having potatoes and chicken for today. تمام احنا بنتناول البطاطس والفراخ في ايه، في انهي وجبه؟ هنعرف لما نقرا. Where does Kareem's family live؟ عيلة كريم عايشة فين؟ هنقول برضو. Why does Kareem like lunch؟ ليه بيحب الغداء؟ تعالوا نشوف. هنا My name's Kareem، انا اسمي كريم. I live with my family in إسماعيلية. كريم بيعيش مع عيلته في محافظة الإسماعيلية. We have three meals. يبقى احنا عندنا كام وجبة يا ولاد؟ three meals. اهي انا شايفين السؤال انا جاوبته من فوق وكده تمام. Every day breakfast lunch and dinner. My favorite meal is lunch. هو بيحب اللانش. ليه؟ I like it because all the time we sit together to eat and talk. هنا بيحب الغدا يا ولاد لان هو بيقول ان في الغدا ان احنا بنقعد مع بعض ناكل ونتكلم تمام. على فكره ده اجابه سؤال تحت تمام. اوكي my mother cooks special food for us. ماما بتطبخ لنا طبخ يعني طعام مميز. Today we are having potatoes and chickens. يبقى احنا النهارده ايه؟ كلنا بطاطس وفراخ for lunch. يبقى for ايه يا ولاد؟ اهي for lunch. انا دارسه الاسئله قبل ما احل يا ميس. It looks delicious. الله ده قطعه الفهم جميله جدا يا ولاد تمام. طيب هنا حبايبي we have three meals every day. We are having potatoes and chicken for lunch. Where does Kareem live?
كريم عايش فين؟ ان اسماعيلية. ان اسماعيلية، تمام. Why does Kareem like lunch؟ ليه بيحب الغداء؟ Because all the time. ولاد انا بعمل خطوط كده، بس انتوا يعني تبقوا تكتبوها، اوعوا تعملوا كده في الاختبار، تمام يا ولاد؟ تمام، ركزوا، انا بعمل كده وانت تبقى تكتبها بقى. طيب تعالوا بقى معانا في السؤال الجميل اللذيذ اللي بيختبر الذكاء بقى يا ولاد، تمام. هنا read and write، هتكتب، هتقرأ وتكتب ال correct form of the words. هنا جايب لك بين قوسين الكلمة غلط، وانت ايه، وانت اللي هتصلحها، تمام. وطبعا الجرامر بتاعنا كان جميل، اللي هو and و but. and يعني و but يعني لكن. I like playing tennis. I can't play it well. يبقى هنا but، انا بحب التنس ولكني ما بعرفش العبها كويس. نمبر 2، I like vegetables and، وكمان ايه، وبالاضافه الى ال vegetables الفروت، تمام. milk is healthy but cola is unhealthy. شايفين يا ولاد كلمه but بايه، بتيجي بين جملتين متعارضتين. ايوه يا ميس، في قبلها كومه. ايوه انا عارفه ان بط قبلها كومه، بس ما تعتمدش ان لما يجي لك كومه تحط بط، لازم تفهم الجمله. I play tennis and، ومين وايه كمان، and football. She likes to play football but she can't play it but. اوكي يا حبايبي، اوكي تعالوا نكمل البانكتويشن. البانكتويشن هنا طبعا يا ولاد لازم تبدأ الجملة كابتن. I do a lot of sport at school، ونهاية الجملة full stop، الجملة العادية. طيب يا ترى انتوا هتعملوا كده زي، لا انتوا تكتبوها I do a lot، بس عشان الوقت عندنا a lot of، وتكمل بقية الجملة لنهايتها، بس اللي انت غيرته حط تحتيه كده خط يا حبايبي، عشان ايه التيتشر يفهم ان انت ايه حليت، عملت البنكتوشن. هنا Egyptian farmers produce many things والفول ستوب، تمام يا ولاد. هنا do، طبعا الجملة بدأ بدو، يبقى ده سؤال، خدوا بالكم يا حبايبي، الجملة اللي بدأ بدو أو does أو is أو أي فعل مساعد بتبدأ بتبقى هل، يبقى do you think you are healthy علامة الاستفهام، لأن ده سؤال. Egyptian farmer are clever، ايه الجمال ده، ايه البانكتويشن اللذيذ ده يا ولاد، جميل جدا جدا جدا. طيب بالنسبه للباراجرافات يا ولاد، انا هحط لكم الباراجرافات بتاعت يونت 1 مع، لان انا عامله الباراجرافات كلها في فيديو بدل ما نقعد نشرحه هنا، ان شاء الله هنا هتلاقيه، هحط لكم اللينك بتاع الفيديوهات اللي انت هتذاكرها، وهتبقى جميلة جدا جدا جدا، تمام. يبقى احنا كده رجعنا يونت 1 من اولها لاخرها، اتمنى تذاكروها على ما اعمل، لما نيجي نعمل يونت 2 وبعد كده يونت 3، لان انت مطالب في شهر اكتوبر بيونت 1 و2 و3، ان شاء الله نرجعهم وبعدين نعمل مراجعة شاملة وتخش الامتحان كده بامان الله، في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.